كشميري بيجي أربط الشمال هو حرير مكتوب. في عندك نظام أكرليك. شو اسمه السجاد هاد؟ أكرليك. أكرليك إيش يعني مصوف؟ مصوف أيوة قريب للصوف. واو صار عندي فضول أشوف ال. سجاد العمر يعني قد ما غسلت قد ما اندعكت ما صار عليها شيء. بالضبط. في عنا هيك سجاد عروض. هاي سجادة تخيل إنه هي متر ونص مترين ثلاثين سعرها 25 دينار. هاي بخمسة وعشرين دينار. حلوة. 20 دينار يعني عدم مؤاخذة. ولا شيء. طبعاً. هذا العرض لأنت عاملينه؟ لا تخلص الكمية يعني. لا تخل. إيش في منهم ألوان؟ كمية ما شاء الله. ألوان موجودة. البني على. كل الألوان. كل الألوان موجودة الخمري والبني. البني مع الأخضر. شو حلو هذا؟ الموف حلو. أحمر. كثير حلو. الأزرق بجنن. يعني هذا العرض على فكره بيلبق للعرسان. طبعا هلا عم بيجهزوا بيوتهم والله حتى البيوت العاديه. في ناس اللي عم يعني طبعا يا دوب مليون الف شغله شغله عنده. وقت بتطلع سجاده يعني عدا ما سجاده. انا بحب هاي الشغله فيكم. برافو عليكم انكم كنتوا كمان بتساعدوا يعني طبعا عملكم بتساعدوا. احنا عندنا عدم مؤاخذه العرسان المهندسين الامور هاي احنا بنعملها خصم خاص. يا عيني خصم خاص. طب انا خلص بس جهز لبيتي ان شاء الله رح جهز من هون كل سجاد. انا على ذوقي. ايه طبعا في عندك هاي سجاده مثلا 15 دينار ما شاء الله. هاي ب 15 كثير حلوه. واو 120 180 شوفي الوانها طبعا سجاده تركيه. طيب وهاي السجاده؟ هاي السجاده كمان تركي تيجي تركي. نظام الشاقي اسمه نظام الشاقي. الشاقي سعرها ب 35 دينار يعني سجاده قريبه من مترين بثلاث. مترين بثلاث. واو مترين بثلاثة 35 دينار. حلو يا بلاش بصراحة. عروض شوف الألوان صبايا وستات البيوت بصراحة يعني بتجنن. حبيت كتير I love it. وكبيرة ما شاء الله يعني هاي لصالون صالون ال قريبة من مترين بثلاثة يعني مترين بثلاثة. كتير حلو صح؟ هاي الفسفسي لعبتك بالفسفسي. حب الفسفسي حلوين حبيت. ميدو شو؟ قررتي؟ هيك شغلات عليها عروض زين. هاي مثلا سجاده شغل المصنع هاي يعني. مصنعكم؟ شغل مصنعنا اشي بيجي يعني هذا نظام بي سي اير حلو كثير. هاي ب 20 دينار. اوف تفرج غرفه. عن جد تفرج غرفه. وهلا كمان شتويه يعني هلا وقت الدفا والعفا والكنكنه يعني تخيل سجاد صيدا 20 دينار سجاده في عنده موجود سجاد ب 20 دينار. ب 20 دينار وشغل يعني مرتب بصراحه ولا شيء. انا بصراحه بحب سجاد الوبر. عندي وحده هذا شغل يدوي بغرفه نومي. كله مشغول يدوي يدوي. يا سلام يدوي. يعني مثلا زي هاي قد ايه سعرها؟ شوفوا الالوان انتم طبعا مليون لون عندكم. هدول حلوين كمان. هاي قد ايه مثلا السعر؟ هاي قد ايه سعرها مثلا؟ هلا هدول البرنج 120 دينار. هاي الثقيله. هاي الثقيله. يدوي يدوي. 120 وهاي حلوه كمان. هدول هيك شيء ب 60 وب 70 ب 40 دينار. طبعا كل شيء حسب الكواليتي يعني طبعاً. كل شيء حسب الكواليتي. هدول حلوين كمان كثير. هذه قديش في قد شباب شوف الالوان. شو ميدو قررتي ولا لسه؟ شو اسمه تشوف للدريسنج روم ام الميد. شوفوا هدول ما شاء الله. طبعا المحل طابقين كتير كتير كبير زي ما بتشوفوا. عندكم كل انواع السجاد اللي يخطر على بالكم. شو ميدو؟ اختارت ميدو مش عارفه ايش بدها تاخذ. هنيك روح هنيك. تعي اختي هنيك. روحي يلا. اوف ما احلى الكواليتي تبع هدول السجادين. هذا السجاد رح احط لك السجاده هاي مدام بدنا نشوف. وريني وحده. الله يرضى عليك. السجاده هاي لوحه فنيه. عن جد لوحه فنيه من دون ما تفردها. هاي سجاده لوحه فنيه. واو كيوت. ما شاء الله. هاي عندك تحطيه هيك بفتح لك نفسك. عن جد لوحه فنيه. لا بتسطل والكواليتي تبعها شو ناعم. اكبر ايه طبعا مقاسات اللي عندك مقاسات هيك بعدين يعني صغير مقاساتك علينا مقاساتك والباقي علينا. حلوه هاي. هاي بتسهل على الزبون الاختيار. تخيل واحنا بنفسنا. برافو صح. طب قررتي ولا لسه؟ هلا هاي 100% بدي اياها.
عجبتك؟ اه جدا حلوه. وين بدك تحطيها؟ هي بالدريسنج روم؟ غرفه الضيوف. غرفه الضيوف. اي اختي هذا كله، هذا السجاد يعني عدم تخيل، هاي السجاده مترين بثلاثه قطن، سجاده قطن مترين بثلاثه ما تتجاوز سعرها 70 دينار. يا سلام. وب60 اشوف دينار. هاي بالله لو سمحت. انا لان الدريسنج روم عندي بيج وبيج. يعني اه بيج تلبق له صح؟ اه شوفي. اه تعال بسم الله. اه كبيره يعني اشتها غريبه طبعا. آه. في منها رسمات كثير ورد واشكال هندسيه بس ما في اصغر طبعا. في لا في اصغر والله زيها بس اصغر. في اصغر، في بتيجي متر ونص، 32 2 بثلاثة اكبر. حلوه كثير. آه. حلوه بتاخذ العقل. في منها الوان كثير احلى الوان. شوفي هذا رمادي، ما شاء الله. هيك شيء رمادي. ايه انا غرفه نومي رمادي. رمادي واسود. رمادي واسود وابيض. ابيض. واو. واو شو حلوه. واو واو كثير حلوه جدا حلوه. ولا على فكره في عنا نحن شغله مثلا انت كنت محتاره باكثر من رسمه واكثر من لون. نحن ما في شيء عنا شيء اسمه والله اخذنا السجاده خلص تمت بالبيت. اه في تبديل، في مش في تبديل وفي ترجيع. اه حلو. ترجيع كامل قطعي. حلو. لان احنا عنا قطعه السجاد مثل قطعه الملابس بالضبط. تفرجتي حالك بالمرايه اشتريتيها السجاده مثل هيك. اي صح مزبوط. والله برافو عليكم. ما في والله حطيناها خلص دبقنا فيها. اي صح مزبوط. حلو كثير. حبيت عندهم تبديل. نحن السجاد عندنا تبديل ترجيع لمده اسبوع. مو يوم ويومين، مده اسبوع. حطيتيها بالبيت ما زبطت، يمكن جارتك ما عجبتها. بالضبط. جيت انت وجارتك، انت وخالتك، انت وامك، يعني كله ليكني. ليش نحن هاي ممرات. ممرات. شوفي كامل هون ممرات. بتقصوا على حسب المتر وعلى حسب الطول وحسب المساحه اللي بدنا اياها. يعني 4 متر قد ما بدك لممرات لغرف نوم. آه. كوريدورات. عندك الكلاسيك. الكلاسيك. عندك. آه. الحرير، الوبر، الشاقي، الساده المعرق، يعني ما شاء الله ما شاء الله كل شيء يعني موجود عندكم ما شاء الله. شو ميدو؟ ميدو عن جد انا هلا احنا ما بدنا نحير المدام. تاخذي كل طارت ميدو، تاخذي كل المحل على حسابك. تسلم تسلم الله يرضى عليك. وبترجع شو بدك؟ الله يسعدك. طبعا هذا احلى الكالرينج والالوان تبديل كثير مهمه. مو بس انه ايام الواحد او الترجيع، انه ايام الواحد بياخذ زي ما حكيتي ما بتل. صبايا اجاني هلا خبر من صاحب المحل انه اول 5 زبونات رح يفوتوا على محلات صيدا رح ياخذوا سجاده فور فري اللي هي قد ايه مترها؟ متر ونص، مترين وعشرين سجاده الوبر. المتر ونص، مترين وعشرين سجاده الوبر. انا اول ميدو اول وحده. انا اول وحده. اول وحده ميدو. لا عن جد صبايا اول 5 زبونات حيفوتوا على المحل ويقولوا احنا من طرف زين كرزون رح ياخذوا سجاده فري. ايش بدكم احلى من هيك دلع؟ قولوا عني عاطله. وين ما بروح بعمل لكم اوفرات حلوه وبجيب لكم شغلات حلوه. وعن جد ما شاء الله يعني قد ما بحكي لكم قد ايه المحل فيه كولكشن حلو. بتحتاروا ميدو لهلا محتاره ميدو لسه ما اخترتي انت؟ بلا اخترتي؟ الله يعينك. قولي على الفاتوره هلا، قولي قولي على انت شو راح تطلع الفاتوره. لا 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 الموضوع كبر. لا لا مش قادره مش قادره اتحمل. ايه ده ايه ده؟ جتني مفاجاه ثانيه، جتني مفاجاه ثانيه. المفاجاه الثانيه بتقول انه ثاني 10 زباين شو راح ياخذوا؟ راح ياخذوا سجاده 170 270 اللي هي سجاده المصنع. يا سلام. 10 سجادات يعني اول. ايش بدكم احلى من هيك دلع؟ سجاد صيدا اليوم عامل حملة خلي الشعب يعيش وخلي الشعب يدفع. حتى لو ما اشترى بهالشتوية. حتى لو ما اشترى. اي حتى لو ما اشترى يعني بس لمجرد انه فات وحكوا انهم من طرفي رح ياخذوا. يعني هلا عندنا 15 شخص لمجرد انهم فاتوا رح ياخذوا هدول الجفتات. رح اسوي لكم سجاد اللي عاملين عليهم هدايا. جينا على القسم الطابق الثاني ما شاء الله قد ما المحل كثير كبير. في عندهم هون سجاديد انتيكا. هذا سجاد البامبو. البامبو؟ البامبو. هذا مصنوع من اوراق الشجر. يا سلام مصنوع من اوراق الشجر. حبيت. يعني عندك هاي بسموها رحله صيد. السجاده مشغوله يدوي وماكينه. يا عيني. من اوراق الشجر وبعد مو مشغوله. منقوعة بمواد كيماوية مشان تضل تحافظ على لونها على اللون والرونق. مو السجاد اللي بس انغسل بروح. ما شاء الله شيء بجنن بصراحة.
كتير حلو، حبيت. I love it. السجاد الهندي، هذا السجاد الهندي، هذول كثير حلوين السكنيات، هذول حلوين. هذا السكن كثير حلو صح؟ طبايا العنوان كثير عم تسألوني عنه، بخلدة، اوكي، بعد مطعم طواحين الهوا، خليه على يمينكم، بتضلكم ماشيين دغري دغري، بعد الإشارة في طلوع، بضلكم ماشيين بالطلوع بتلاقوا سجاد صيدا على يمينكم، على يمينكم، فقط فرع خلدة اللي أنا هلا فيه. طبعا أنا هلا بالطابق الثاني، هذا الطابق طبعا السجاد الثقيل الإيراني، السجاد الهندي اللي كله طبعا زي ما بتشوفوا يعني إشي كثير كثير فخم ومرتب، تمام؟ بس حبيت ما شاء الله عليهم قد ايه روحهم حلوه صح ميدو؟ يعني هاي العروض العروض لا اللي عملوها انه اول 10 بيجوا اول 5، يعني الله يجزيهم الخير اكيد. قد ايه اكيد للعرسان، اكيد اللي عم بيجهزوا هلا لبيوتهم هاي كتير. هذا السجاد شو هذا السجاد؟ هذا السجاد الهندي اليدوي. هذا بيجي السجاد قطع هيك ديكور حلو، بيجي مقصص قصص حلو، شغلات الوانه كثير حلوه، مرتب كثير. ما شاء الله، هذا كله خيوط طبيعيه. حلو كثير، شوف الاشكال والالوان منه. طبعا هون هذا الطابق اللي يعني الشغلات اللي ثقيله، يعني حسب هذا السجاد الايراني، هذا السجاد الإيراني. اللي هو يعني كوبي بيس على الايراني، اللي هو المعتق، المعتق المعتق طبعا حلو. في عندك السجاد البامبو، البامبو في عندنا كمان قسم لسه تحت الايراني. طب يلا ننزل، انا ما شفته الايراني. حبيت كثير الكوشنز، هدول يدوي معمول الهندي، حبيت السجادة تكون كبيرة، كوشن من نفس النظام، من نفس القماشة، حبيت كثير. لا بصراحة يعني ما شاء الله، قد ما رح أصور يعني ما رح أخلص من هذا السجادة الإيراني هيك. يعني صراحة مقاسات متعددة، كل مقاسات و من هاد 5800. حلو كتير هاد السجاد، هذا بيجي 3 مليون برزل مربع، يا سلام. تفاصيل هذا كمان كله، تعال نشوف هدول، هدول حلوين. شوفوا التفاصيل انتم اللي فيها، رائعة، حبيت. لا بصراحة ما شاء الله كل شيء حلو يعني. طب ميدا وين غاطسة؟ ميدا شو صار فيها؟ لا لا ما اختارت. طبايا هيو اسم المحل سجاد صيدا، هي سجديد ماما ميدو اللي اختارتهم ليكو بخلدة صار، تمام. وقلت لكم العنوان كتير سهل، فلحقوا ال 15 سجاد اللي حيروحوا اول 15 هدية، لحقوهم قبل ما يروحوا. اركضوا لحقوا حالكم بسرعة. اخذتي سجادك اختي؟ اخذت، كيفت، انبسطت، كيفتي عليهم؟ يا عيني لك شحن ورا، شحن شحن ورا، بتقلي شحن انت ورا. يلا مبروكين يا مو، الله يبارك بعمرك يا رب. وكمان بدي ابارك لل 15 ست وصبية اللي حيروحوا ياخذوا أول 15 سجاد هدية من محلات صيدا، عن جد رائعين. الله يجزيكم الخير أكيد، ويرزقهم يا رب، ويرزقكم أكيد رزقكم قد ما أنتم هيك. يمكن ممكن هاي السجادة يكونوا 2 عرسان عم يجهزوا بيتهم، قديش ممكن تجبر خاطر ترهم. أكيد أكيد، فما شاء الله عليكم عن جد، ما شاء الله. وأنتم سمعتكم يعني ما شاء الله سابقتكم من يوم يومكم، سجاد صيدا يعني معروف، وما شاء الله الاستقبال كان بجنن، الشباب اللي بيشتغلوا مؤدبين جدا، الاستقبال بجنن يعني، ما شاء الله عليكم. يا بنات العراق قالوا لي باع المحل ويرفع المزاد، قلت لهم تسيبوا لهنا وبسكم عاد، هذا العراق الشهم قائد
حالي ليش نحرم حالنا؟ عشان مين؟ ولا إشي. عشان شو؟ والله أنا اللي بحبني بحبني مثل ما أنا. بموت على هي مثل ما أنا. بموت على كسماتي. معلوم. اللي بيحبك بيحبك لشخصك مش عشان جسمك وعشان لك جمالك. معلوم. لك. جمال جمال الروح. لك. ليكو 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 هون هون.